طيب المحترفين في الوقت الحالي أضافوا لمنتخب مصر بنسبة كام في المية؟ بنسبة 60%، ويمكن أقواهم صلاح ويجي بعديه تريزيجيه. بس 60%؟ 60%، يعني فاهمه ازاي؟ عشان لا، ما بصي يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا المنتخب لو احنا هنقول اضافوا 100% يبقى البطوله اللي فاتت دي على الاقل كنا في النهائي، لو بطوله كاس العالم دي يبقى وصلنا الادوار بعيده شويه او تخطينا دور ال 16، يبقى حضرتك بتحسبيها كده. انما على المستوى اللي احنا بنشوفه ان احنا انجازات محمد صلاح مع المنتخب، برضه ما ننكرش هو اللي وصلنا لكاس عالم وكده، بس انا بعتقد كاداء ليهم اعتقد 60%. طيب و60% خلي بالك برضه حضرتك، انا بتكلم في صلاح وتريزيجيه، احنا عندنا المحمدي وعندنا حجازي وعندنا فرقه والنني، يعني عندنا لعيبه كتير، فعشان كده بقول لك 60% اللي هم يشملوا تقسمهم على برافو عليك، ويخش صلاح معاهم، ويخش سوري اسف حجازي برافو عليك، لان حجازي برضه من ولادي اللي انا بحبهم جدا، وشرفت ان هو اتمرن معايا في منتخب الشباب، من اللعيبه الكويسه قوي يعني.